شيء لازم هارد لك القادسية وألف مبروك للعربي. اليوم العربي قدم مباراة أمانة، يعني أنا عمري ما شفت العربي في هذا الأداء. كان مقنع داخل الملعب، كان قادر يتحكم في مجرى المباراة، عرف شلون يدش على القادسية. طبعا القادسية صحيح هو عنده يعني الدفاع، خط الدفاع متعورين يعني مثل ضاري وخالد إبراهيم وبالنص وادي، يعني لاعبين مهمين الثلاثة هذيلة لاعبين. ما يصير تقول عمرك ما شفت العربي بهذا الهدف. لا لا يا ما فازوا عليك أبو سالم بحتمل من زمان. لا لا ما يصير تقول ما شفت. لا وقال عمري ما شفت، قال ما قال والله من زمان، قال عمري ما شفت. تعبير مجازي. زين خلصت؟ تفضل. انا علشان بس اعيد الكلمه لان انت قاعد تشيش الجمهور العربي. لا لا ما شيش، انا ارد على كلامك بس ممكن اعيدها واسمعها عدل. ايه؟ الف مبروك للعربي. ايه؟ انا اليوم شفت العربي في افضل حالاته من زمان. أوكي. هذا القصد بالكلام. اي اوكي ما انا كذي اوكي لا يمكن انا اتهكم على العربي. انا عشان رديت عليك على الهلال، ترى انا شجع النصر مثلك. لا بس انا اعطي كل واحد حقه. انت ما تعطي كل واحد حقه. خلنا بموضوعنا الحين، مو مشكله. فالعربي قدم مستوى وقدم اداء داخل الملعب وعرف شلون يستقل كل الامور هذه. القادسية صحيح هو عنده يعني غيابات لكن ما يوصل الى هذا المستوى. صحيح. انا شوف، انا اجزم ان اللاعبين المحترفين لا يستحقون ان يلبسون الفنيله الاصفر. الخمسه ماني قايل واحد واثنين، الخمسه. واعرف ان اداره النادي 100% راح تغيرهم، واذا ما تغيروا هذا اللاعبين لا يمكن. اليوم تدري ايش اللي صار عزيز؟ نعم. مباراة كاملة العربي هجم والقادسية يحاول يدافع، ما يدافع، يحاول يدافع ومو قادر يدافع. اليوم لما يقول ابو موسى ثلاثة يعني المفروض اكثر، انا اتفق معه. اليوم المفروض نتيجة تاريخية على القادسية، وهذا كله وانا طبعا انا استثني المدرب، لكن اعتقد ان المدرب المفروض يعني هي الشجاعة، مو الشجاعة ان تكون شجاعة وتقط نفسك بالنار وتقول انا شجاع. اليوم يا اخي سكر سكر سكر، يعني مو هي مو شجاعة اني انا اروح العب قدامك وتقلبني. حال الفريق اليوم ما كان جيد، واضح.